الخيال. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على جميع المصريين اللي في الحقيقة بيحتفلوا سواء مسلمين أو مسيحيين بأعياد كده ورا بعض، عايشين أجواء حلوة جدا. ربنا يديم علينا الأعياد وأيام الفرح والمحبة. أخواتنا المسيحيين بيحتفلوا بعيد القيامة المجيد، ومبارح كانت الأجواء كلها فرح ومحبة، شفناها على السوشيال ميديا وشفناها في كل حتة. الناس في السوشيال ميديا شاذلي ابتدوا المسيحيين يقولوا للمسلمين احنا افطرنا قبلكم، والمسلمين يعيدوا عليهم والعكس كمان. فعشنا كده عايشين أجواء حلوة قوي، كنا يعني عايزينها، عايزين نفرح وعايزين نبقى نحس بالاجواء الحلوه دي والمحبه والاخوه. صحيح كانوا مبهدلين الدنيا لحمه امبارح. ايوه الساعه 12 بالليل كله عمال ياكل. كل سنه طبعا وكل اخواتنا المسيحيين بالف خير. احنا دايما بنشوف المسلمين هم موجودين مع اخواتهم المسيحيين في الكنائس في اجواء كلها ود وكلها اخوه، وده الحب الحقيقي اللي ما بيتزيفش ولا بيستخبى كمان، واللي دايما بيظهر في كل المناسبات سواء كانت مناسبات تخص المسيحيين او تخص المسلمين. الكل بيفرح مع بعض، والعيد دايما يا بسنت بيبقى عادي. ده حقيقي، احنا شفنا حتى الكنائس فيها ساعات مسلمين كمان يكونوا موجودين بيباركوا للمسيحيين. كل سنه وكل اخواتنا الاقباط بالف خير وبصحه وسعاده. عيد سعيد على الجميع، مفيش احلى من الاجواء اللي بنعيشها دلوقتي. الايام دي كلها بركه كده واعياد واجواء روحانيه حلوه، والسنه الثانيه المسلمين والمسيحيين بيصوموا مع بعض وبيعيدوا مع بعض. امبارح كمان يا بسنت وهم بيحتفلوا بعيد القيامه، احنا طبعا كنا ليلة وترية امبارح، كنا في انتظار ليلة القدر من الليالي المباركة، ليلة 23 رمضان دي ليالي طبعا بنتحرى فيها ليلة القدر كمان. ربنا يتقبل يعني الصيام والصلوات من الكل، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد ويديم علينا وحدتنا ومحبتنا اللي بتجمع قلوبنا كلنا. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على ليندا وطمنا على حاله الطقس، وكمان تعرفنا اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسنت. الحقيقه يا شاذلي لسه في ارتفاع في درجات الحراره، وكمان من ابرز الظواهر الجويه الموجوده معانا النهارده هي الشبوره المائيه الكثيفه اللي كانت موجوده الصبح في الساعات الاولى من الصباح الباكر. تعالوا نشوف التفاصيل بقى. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبتدي مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.59، أما الشراء فسجل 18.51. اليورو البيع سجل 20.26، أما الشراء فسجل 20.16. الجنيه الاسترليني البيع سجل 24.28، أما الشراء فسجل 24.16. الفرنك السويسري البيع سجل 19.62، أما الشراء فسجل 19.52. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.88، أما الشراء فسجل 2.87. الريال السعودي البيع سجل 4.95، أما الشراء فسجل 4.93. الدينار الكويتي البيع سجل 60.96، أما الشراء فسجل 60.60. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.06 والشراء سجل 5.03. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 934 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1090 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1246 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8720 جنيه.
خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكمان في فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 23. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. كمان من شوية تم فتح طريق العالمين الصحراوي وطريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور، وده بعد ما تم غلقهم في الساعات الأولى من فجر اليوم بسبب الشبورة. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم مع استمرار الشبورة على الطرق. بنرحب بحضراتكم من جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه، ووجه سيادته بالبدء في انشاء محور الحضاره، واللي هيكون مدخل اضافي جديد لهضبه المقطم، وهيربط بينها وبين منطقه متحف الحضارات وعين السيره وصولا الى كورنيش النيل بالمعادي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لا سيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى، حيث وجه السيد الرئيس بالبدء في إنشاء محور الحضارة، والذي سيكون بمثابة مدخل إضافي جديد لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح 5 حارات في كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير. كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء، خاصة من نويبع إلى طابة، فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لا سيما ما يتعلق بمحور المراغة، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة بها، إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء الموجودة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة، وكذا الموقف التنفيذي الخاص بمدينة السيارات العالمية. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مدينة الجلالة، فضلا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة في إطار تنفيذ المشروع الروحاني والسياحي الضخم التجلي الأعظم فوق أرض السلام. وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم، كذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فضلا عن التنسيق الحضاري الخاص بمداخل العاصمة الإدارية، لا سيما على الطريقين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي. امبارح كمان سيادة الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وقال سيادة الرئيس إن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية لهو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف، والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على أرض هذا البلد العظيم على مر التاريخ.
كما ان امبارح بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي ببقيه تهنئه لقداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه بمناسبه عيد القيامه المجيد. واكد الفريق اول محمد زكي اعتزاز القوات المسلحه بالمواقف الوطنيه لقداسه البابا وبعطاء الاخوه والابناء الاقباط من رجال الجيش المصري وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضاري المجيد. وكمان بعث الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة لقداسة البابا تودروس الثاني بهذه المناسبة. فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرسل امبارح برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 40 لتحرير سيناء. وجاء فيها أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات طموحة متمسكين بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم. وكمان بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا لاستقبال الجماهير بدءا من غدا الاثنين. وده حرصا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. امبارح كمان أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اتصال هاتفي مع دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة اللي توفوا إثر حادث أليم قبل أيام. أعربت السيدة انتصار خلال الاتصال أنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل. وحرصت السيدة انتصار على تعزية والدة الأطباء الثلاثة هاتفيا لإبلاغها مواساتها الصادقة كأم قبل أي شيء وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة اللي حصلت منها جولة رئيس الوزراء بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان وترأس البابا تودروس الثاني ترأس قداس عيد القيامة المجيد. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح منها تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 40 لعيد تحرير سيناء وعودتها لحضن الوطن. وتعهد مدبولي في البرقية اللي أرسلها لسيادة الرئيس بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. كمان امبارح أرسل الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى 40 لعيد تحرير سيناء. وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، وأعرب عن تمنياته ليهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية اللي بتشهدها البلاد. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان وقال إنه في تكليفات دائمة من الرئيس بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الصناعة ومواكبة أحدث التكنولوجيات على المستوى العالمي ونقل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية. كمان امبارح ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة ومندوبين عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كمان امبارح في المحافظات كان في احداث مهمه منها افتتاح موسم الصيد الجديد في بحيره البردويل والانتهاء من 83% من مشروعات الخطه الاستثماريه في البحيره، واخبار تانية من سوهاج واسوان وكمان من العريش.
أخبار مهمة ومتنوعة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من شمال سيناء اللي تم فيها افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، وده انتهاءً لخطة تنمية وتطوير البحيرة. كمان في شمال سيناء أعلنت مديرية الثقافة عن انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، وده على مسرح قصر ثقافة العريش. الاحتفالات تضمنت عرض لفرقة السويس للآلات الشعبية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وأمسية شعرية للأدباء. وفي البحيرة تم الانتهاء من 83% من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021-2022 واللي قيمتها 1,300,000,000 جنيه، وخلال الربع الثالث من الخطة تم اعتماد 743,000,000 جنيه لتنفيذ مشروعات في قطاعات رصف الطرق والكباري وتحسين البيئة والكهرباء والأمن والإطفاء والمرور. في سوهاج تم الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات لخدمة المزارعين، وده ضمن خطة إنشاء 30 مجمع خدمات زراعية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في أسوان أعلن الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3063 مواطن ومواطنة مجاناً وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ضمن حياة كريمة، ده غير عمل التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً وكمان عقد ندوات توعوية للأهالي. بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية راغبين في أداء فريضة الحج وتنظيم أمسية قصصية بقاعة المؤتمرات بالأعلى للثقافة، ده غير الماتشات اللي هتتلعب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية وكمان ماتشات الدوري الإنجليزي والأسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التضامن الاجتماعي هتفتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، وهيستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو اللي جاي. كمان النهاردة المجلس الأعلى للثقافة هينظم أمسية قصصية الساعة 9 بالليل بقاعة المؤتمرات بالمجلس، هيشارك فيها كل من أسامة جاد والدكتورة سحر سامي وعمر الشامي. لعشاق كرة القدم موعدهم النهاردة مع لقاءات الإياب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية. الساعة 3 العصر هيلتقي بيراميدز مع مازيمبي، وفي منتصف الليل هيلتقي المصري مع نهضة بركان. عشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع عدد من المباريات القوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة، هيلتقي بيرنلي مع ولفرهامبتون الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي تشيلسي مع ويست هام وبرايتون مع ساوثهامبتون، والساعة 5:30 قمة الجولة اللي هتجمع ما بين ليفربول وإيفرتون. في الدوري الأسباني هتتلعب النهاردة المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر المسابقة اللي هتجمع ما بين برشلونة ورايو فاليكانوا الساعة 9 بالليل. كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية هذا الشهر الفضيل هنا في صباح الخير يا مصر عن حملة لتوزيع مليون كرتونة اسمها حملة المليون كرتونة من المواد الغذائية، بتوزعها مؤسسة حياة كريمة من أول الشهر الكريم. قدرت لحد دلوقتي أنها توزع 850,000 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 24 محافظة. قوافل وصل الخير من مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها بمشاركة أكثر من 9,000 شاب متطوع بالمؤسسة، وذلك ضمن حملة المليون كرتونة، حيث تم توزيع أكثر من 850,000 كرتونة مواد غذائية حتى الآن على مستوى 24 محافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية. وتواصل فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة جهودها، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها على الأهالي في مختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك. ورصدت فرق الرصد الميداني ردود أفعال المواطنين تجاه تواصل مؤسسة حياة كريمة وشبابها المتطوع معهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان. وتأتي قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كرتونة في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وهو ما يأتي بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيداً للجهود. مش
مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر الصبح على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد. في النهارده نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وفرص امطار خفيفه على حلايب وشلاتين. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. دكتور، عايزين حضرتك تطمنينا اكتر على حال طقس اليوم، خصوصا كمان الشبوره المائيه الكثيفه اللي كانت موجوده في الساعات الاولى من الصباح الباكر. بالفعل يا فندم، احنا اليوم لسه مستمرين في ارتفاع طفيف في درجات الحراره. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 30 وال 31 درجه مئويه خلال فتره النهار. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس خلال فتره النهار بالفعل هيكون حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، معتدل الحراره على محافظات السواحل الشماليه للبلاد، هيظل شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ما زالت درجات الحراره منخفضه، لسه بنشعر بالطقس ان هو ماء الليل بروده خلال ساعات الليل، وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بيكون لطيف على جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان اليوم بالفعل تكونت شبوره مائيه كثيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، محافظات طبعا القناه ووسط سيناء، الاماكن دي كلها تكونت عليها شبوره مائيه في الساعات المتاخره من الليل وظلت حتى الساعات الاولى من الصباح، وان شاء الله ساعه بالكثير والرؤيه تتحسن معها على كافه الطرق لانها ادت لانخفاض الرؤيه الافقيه بشكل ملحوظ على اغلب الطرق. بالاضافه كمان ان احنا اليوم في فرص لسقوط الامطار، هي طبعا فرص سقوط امطار خفيفه على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي منطقه حلايب وشلاتين، لكنها فرص امطار ضعيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. متوقع طبعا استمرار هذه الاجواء على مدار هذا الاسبوع، ومتوسط درجات الحراره بتكون ما بين 30 وال 32 درجه مئويه. طب يا دكتور، هل هيكون في شبوره زي اللي احنا شاهدناها النهارده الايام اللي جايه؟ طبعا وارد جدا، بس هتكون شبوره مائيه خفيفه ان شاء الله، مش هتاثر على حركه المرور، وطبعا هي تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه لكن مش هتاثر على حركه المرور تماما على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. طب هل هيكون في رطوبه يا دكتور؟ هو طبعا في ارتفاع في نسب الرطوبه وده اللي ادى لتكون الشبوره المائيه، طبعا في هدوء لسرعات الرياح وزياده نسب الرتوبه، وطبعا الكتل الهوائيه لما بتمشي على او بتمر على المسطحات المائيه بيبدا يتحمل بنسب رطوبه اعلى فيبدا يتكون معها الشبوره المائيه، ففي زياده في نسب الرطوبه خاصه على اغلب المناطق اللي موجوده قريبه من البحر المتوسط. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 31 والصغرى بتسجل 17، الاسكندريه العظمى 25 والصغرى 16، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 14، سيوه العظمى 32 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 16، دمياط العظمى 24 والصغرى 15، الاسماعيليه العظمى 32 والصغرى 15، السويس العظمى 31 والصغرى بتسجل 15. هنروح للعريش العظمى 25 والصغرى 15، سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 9، طابق العظمى 30 والصغرى 19، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 21، الغردقه العظمى 31 والصغرى 20، الفيوم العظمى 32 والصغرى 15، بني سويف العظمى 32 والصغرى 16، المنيا العظمى 32 والصغرى بتسجل 17. هنروح لأسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 16، سوهاج العظمى 34 والصغرى 17، قنا العظمى 35 والصغرى 19، الأقصر العظمى 36 والصغرى 20، أسوان العظمى 37 والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 16، شلاتين العظمى 32 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 18. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.
دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 22 لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها احداث كتيره وتفاصيل مهمه هنعرفها في التقرير اللي جاي. الحلقات 22 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. هنبدأ كالعادة بمسلسل الاختيار 3. الحلقة 22 شهدت ظهور الشيخ التكفيري أبو أيوب بعد ما قرر يتخلص من الشيخ أبو أنس اللي مستخبي عنده في البيت وبيدبحه، وبيتصل بالشيخ عمر وبيقوله إنه مش هيسافر وهيفضل في مصر. شيخ عمر، أنا مش مسافر ليبيا، أنا هفضل موجود وهينضم ليا مجموعة الشيخ أبو أنس. وفي مشهد تاني بيحقق زكريا يونس مع التكفيري بركات اللي اتقبض عليه في حلوان بعد مداهمة المكان لوجود معلومات بأن الشيخ أبو أيوب مستخبي هناك. كمان شهدت الحلقة رصد جهاز المخابرات العامة، دخول عناصر أجنبية لسينا لتجنيدهم في الجهاد مع وجود تمويلات كبيرة ليهم. وهنا طلب مدير المخابرات من العقيد مروان العدوي تقرير مفصل بكل تحركات العناصر دي، خصوصاً إن في تواصل مع عناصر مصرية جاهزة للسفر لسوريا. وفي مشهد تاني بيجمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل، وبيقترح الأخير خروج السيسي كممثل القوات المسلحة على الناس علشان يطمنهم. وهنا رد السيسي وقال: الشعب المصري عباس لا يمكن يشك لحظة في نزاهة وشرف القوات المسلحة. وبيواصل مسلسل العائدون رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر اللي كانت بتتولى تنفيذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية. وشهدت الحلقة 22 تكليف سياف لنزار إنه يوجه علاء بإعداد كل المواد الإعلامية الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي بعد نجاحه في الأيام اللي فاتت في إعداد مواد جيدة، وطرح على سياف إنه يضمه للمجموعة الخاصة بالزراع الإعلامي لداعش بسبب خبرته الجيدة في المونتاج والتصوير والإخراج. وده طبعاً نجاح جديد بيتحسب لعلاء علشان يكسب بيه ثقة نزار وسياف، خصوصاً إن دي مهمته الأساسية في التواجد جوه داعش من بداية تجنيده. الناس دي بترتب لحاجة، حملات السوشيال ميديا العنيفة، الهجوم الكتير جداً في برامجهم وقنواتهم بدون داعي. الناس دي عايزة تبعدنا عن حاجة وهم بيرتبوا لحاجة تانية. شهدت الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا اعتراف جلجل بكل اللي حصل في الفترة اللي فاتت بدون ما يعرف إن سلمى هي اللي واقفة قدامه، وده بسبب إنه أصبح خلاص ما بيشوفش. وهنا انفعلت سلمى وخدت والدها ومشيت من بيت عيلة جلجل، وفجأة بيتم شفاء والد سلمى وبيقوم بكشف كل اللي عمله جلجل معاه. وهنا بيعتدي عليه وبيطلب منه يطلق بنته، فبيضطر جلجل يطلقها قدام الكل. خطفت الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام الأنظار بسبب الأحداث المشوقة اللي تضمنتها الحلقة، واللي جي فيها مشهد للشيخ عرفات وهو بيجمع أطفال القرية وتلاميذه وبيروحوا ناحية السور اللي قسم القرية النصين بين الحج عجمي والبطلان. وفي مشهد خيالي اصطحب الشيخ عرفات الأطفال وهو ماسك إيديهم وراح للسور واخترقوا قدام ذهول أهل القرية ومطاريد الجبل، الأمر اللي دفع الشيخ محارب لترديد جملة: واه يا شيخ مهدي، كنت محوش عرفات لليوم ده؟ وبدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير قوي بأن الكبير جاب الشيخ عماد علشان يخرج السحر من الدمية اللي بعتها له حزة الأم من برا مصر، وبيحاول الشيخ عماد مع الدمية لكنه فشل، وهنا راح قطعها نصين. وبيكتشف الكبير إن العترة ابنه حرارته عالية وجاب له الدكتور ربيع علشان يعالجه، لكنه لقاه بيعمل حركات غريبة فخرج من الأوضة بيجري وبيبلغ الجميع إن العفريت اللي كان في الدمية لبس العترة ومش هيخرج من جسمه. مربوحة مربوحة، بقول لك إيه، روحي جسيه جسيه. قسماً بالله ما أنا متعتعة من هنا. دلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها، وكمان التقرب إلى الله في هذا الشهر الفضيل. النهاردة التقرير بعنوان العفة.
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيف جدا، كان إنسان يستحي. الصفة دي والخلق ده محتاجينه يبقى فينا، محتاجين نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون فينا عفة. كشباب كبنات لازم يكون عندنا عفة نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلمها من سيدنا يوسف كمان. العفة في كل شيء، أولها السمع والنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الحاجة الكويسة جدا اللي بننال بيها رضا ربنا سبحانه وتعالى واللي ندعي ربنا تكون موجودة فينا زي ما كانت موجودة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العفة عن كل شيء. اوعى تعتقد ان عينيك لما بتشوف او ودانك لما بتسمع او اي حاجة في جسمك لما بتتحرك مش بإما ليك او عليك. خد بالك حتى قلبك ده وعقلك لما بيفكروا في اي شيء ولما بيقول فيهم اي شيء، حاجة من الاتنين، يا حاجة نافعة يا حاجة ضارة، يا حاجة انت هتاخد عليها حسنة يا حاجة انت والعياذ بالله هتاخد عليها سيئة. العفة محتاجينها جدا في أيامنا دي، العفة في طرقاتنا، العفة في شغلنا، العفة وأنا بتصفح أي حاجة وبتفرج على أي حاجة أو بسمع أي حاجة. العفة مطلوبة إني أنا أعلم ودني ما تسمعش حاجة غلط، إن أنا أعلم عيني وأربي عيني على الكلام ده إنها ما تبصش لحاجة غلط، ولو بصت لحاجة غلط تستغفر ويحفظها، وكمان أرجع بسرعة قوي، مش أبص مرة واثنين وثلاثة واربعة وأنسى. خد بالك حاجة مهمة جدا، الجسد والأعضاء دي فيها حاجة بتتعود على اللي تربت عليه. يعني أنا مثلا في أول مرة ببص لحاجة غلط بيبقى ضميري بيأنبني شوية، والمرة التانية الضمير بيبتدي يقل والتأنيب بيقل في المرة التالتة والرابعة والخامسة لحد ما ينعدم تماما، لحد ما لاقي إن النظر ده أمر طبيعي جدا. أو لما أسمع مثلا حاجة إن هي مش كويسة فأول مرة ببقى زعلان وببقى متضايق، لكن بعد كده بستسهل الأمر وبستصيغ الأمر لدرجة إن العفة ممكن تروح مني خالص. إحنا مش عايزين الكلام ده، إحنا عايزين لو عملنا حاجة نزعل. لما نلاقي العفة عندنا بيبقى فيها إشكالية أو إن أنا بسمع حاجة مش كويسة أو بشوف حاجة مش كويسة، محتاج إن أنا أرجع، إن أنا أعلم نفسي، إن أنا أأدب نفسي، إن أنا أهذب أعضائي، إن أنا أعلم نفسي دي إن طريق العفة هو طريق ربنا، هو طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله كمان طريقنا. ربنا يعفنا ويعلمنا ويسترنا ويجبرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم كلاسيكيات الدراما المصرية الجمهور اتعرف عليها في شهر رمضان: بوابة الحلواني، المال والبنون، رأفة الهجان، ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، وغيرهم كتير. وبسبب المسلسلات دي بقى في حاجة اسمها موسم الدراما الرمضانية، وبقى أهم الأعمال بتتعرض في رمضان عشان كده ليها أعلى نسب مشاهدة. واتنقلت فكرة رمضان مؤخرا إلى عدد كبير من الدول العربية، فخلونا نشوف إزاي. بكرة صيام والرؤية بانت، يلا كنفاني. دائما ما يرتبط رمضان بالذكريات والطقوس الفريدة التي تظل خالدة على مدار الزمن، وهناك بعض الأعمال التي تدخل في هذه الذكريات والطقوس من بابها الكبير، منها الدراما والمسلسلات التي أصبحت ماركة رمضانية مسجلة ولاقت نجاحاً كبيراً بسبب جمال قصتها وبراعة الممثلين في تأدية أدوارهم وفي جذب المشاهدين لهم. على رأس هذه المسلسلات مسلسل المال والبنون، وهو أحد المسلسلات الذي تعرفه عندما تسمع موسيقى تتر البداية بصوت الرائع علي الحجار وكلمات سيد حجاب. ومن أكثر المسلسلات التي أحدثت ضجة عند عرضه، وهو عن قصة رفعت الجمال الذي كان يعمل لصالح المخابرات المصرية، ونجح محمود عبد العزيز في تأدية الدور بنجاح وبراعة لم يختلف عليها أحد. أما مسلسل ليالي الحلمية فكان من أكثر المسلسلات التي تضم الكثير من الأحداث منذ عصر الملكية والاحتلال الإنجليزي إلى التسعينيات في حي الحلمية والبشوات، وكان بطولة عدد كبير من الممثلين منهم يحيى الفخراني، صلاح السعدني، وصفية العمري. كما حجزت المسلسلات الكوميدية مكانا لها على مائدة رمضان وظلت من علامات الشهر الكريم،
ومن أبرز هذه المسلسلات بكيزة وزغلول، وهو من المسلسلات الكوميدية التي لا تمل من مشاهدتها بسبب خفة دم إسعاد يونس وسهير الببلي، وتدور أحداثه حول بكيزة هانم الدرملي التي تتعرض لمفاجأة بعد وفاة زوجها الثري، وهو أنه لديها ابنة تدعى زغلول تربت في الفقر وبعيداً عنها. وحفر مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اسمه بأحرف من نور في الدراما الاجتماعية في رمضان، وكذلك مسلسل بوابة الحلواني الذي يحكي عن تاريخ مصر الحديث أيام الخديوي وامتد إلى 4 أجزاء من بطولة أحمد وفيق وصلاح قبيل وعبد الله غيث، ويعد من روائع دراما الشهر الكريم. دكاترة الدايت وأخصائي التغذية العلاجية دايماً يقولوا لك إيه، أنت ليه مركز في الكنافة والقطايف في رمضان؟ طب ما تاكل فاكهة عشان تخس، ما دي فيها سكر ودي فيها سكر. اقول لهم لا، ايش جاب لجاب؟ وبعدين ده مش وقت خالص فاكهه، ممكن فاكهه في اي يوم في السنه، لكن رمضان يعني كنافه وقطايف، رغم ان هي موجوده طول السنه لكن الاقبال بيزيد عليها شويه في شهر رمضان، وبقت جزء من طقوس وعادات المصريين في هذا الشهر الكريم. التقرير اللي جاي هنعرف من خلاله ايه اصل الحكايه وليه ارتبطت الكنافه والقطايف بشهر رمضان. رمضان شهر له رونقه الخاص وجماله، وارتبط الصائمون في هذا الشهر بحلويات رمضان مثل الكنافة والقطايف وجميع أصناف الحلويات الشرقية. وهذه الحلويات لها جذورها في المجتمعات العربية وخصوصاً في مصر، ولها أيضاً تاريخ طويل. بداية كانت الكنافة زينة لموائد الملوك والأمراء، وبدأت تنتشر بين المسلمين على موائد رمضان. وتعددت الروايات حول بداية ظهور الكنافة، فقيل إن صانعي الحلويات في الشام هم من اخترعوها وابتكروها وقدموها خصيصاً إلى معاوية بن أبي سفيان، وهو أول خلفاء الدولة الأموية وقت ولايته للشام، كطعام للسحور لتمنع عنه الجوع الذي كان يشعر به في نهار رمضان. وقد كان معاوية يحب الطعام، فشكى إلى طبيبه من الجوع الذي يلقاه في الصيام، فوصف له الطبيب الكنافة لتمنع عنه الجوع. وفي رواية أخرى قيل إن الكنافة صنعت خصيصاً لسليمان بن عبد الملك الأموي، كما قيل إن تاريخ الكنافة يرجع إلى المماليك الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1250 وحتى 1517 ميلادية، وأيضاً إلى العصر الفاطمي. أما القطايف فيرجع تاريخ نشأتها واختراعها إلى نفس تاريخ الكنافة، وقيل إنها متقدمة عليها، أي أن القطايف أسبق اكتشافاً من الكنافة، وحيث تعود إلى أواخر العهد الأموي وأول العباسي. وقيل كذلك إن تاريخ صنعها يرجع إلى العهد المملوكي، حيث كان يتنافس صناع الحلوى لتقديم ما هو أطيب، فابتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزين ليقطفها الضيوف، ومن هنا جاء اسمها القطايف. حلو برضو أنك تبقى عارف يعني تاريخ الحاجة اللي أنت بتاكلها جاي منين. والجميل أن احنا نلاقي رد على بتوع التغذية العلاجية، أنتوا ليها تاريخ وليها أصل. طبعا ملوك، دي حاجه ملوكي. وبعدين احنا كل سنه بقى بنلاقي فيه الايه الاختراعات بتاعه الكنافه نحط فيها ما اعرفش، لكن تظل الكنافه اللي هي العاديه بتاعتنا عارفها اللي هي المحروقه الجميله دي. انا لسه امبارح واكله كنافه محروقة. بالكيك فظيعه. انا ما ماليش في الاختراعات، انا بحبها كنافه زي بتاعتنا. ماليش في الاختراعات، قلت لك كنافه بالكيك. بس امبارح كلت واحده جديده كده، لا كانت فظيعه. انا بروح للحاجات العاديه، البسبوسه العاديه ما فيهاش فكره، يعني بحب الحاجات العاديه دي. عارف كمان من الحاجات المرتبطين بيها في رمضان يا شاذلي هي مهنه المسحراتي. انا من الناس صحيح. اللي كنت ببقى مستنياه في البلكونه، عمري ما هنسى من احلى الحاجات في طفولتي مهنة المسحراتي اللي بنشوفه دلوقتي في بعض المناطق الشعبية وفي القرى. المهنة دي موجودة في مصر من 12 قرن تقريبا، اتطورت لحد ما بقت جزء أساسي من طقوس رمضان، ويمكن الأجيال الموجودة دلوقتي بيرتبط عندهم المسحراتي بصوت العبقري سيد مكاوي وكلمات الشاعر الكبير فؤاد حداد لما بيقول اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق. خلونا نشوف المهنة دي. اصحى يا نايم اصحى يا نايم صاحي الدايم، اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره ان حييت الشهر صايم والفجر قايم،
اصحى يا نايم واحد الرزاق رمضان كريم. بالشعر صدق الشعور شيء يتلمس بالإيد، واللي ابتدى مر لازم أخرته تحلو. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. هذه الكلمات البسيطة تسكن القلوب وارتبطت عند الجميع بفرحة رمضان، وخصوصاً الأطفال، والتي أبدع في كتابتها الشاعر الكبير فؤاد حداد، ولحنها وغناها الفنان الكبير سيد مكاوي. تلك الكلمات التي كانت عنواناً لشهر رمضان الكريم وأصبحت تراثاً إسلامياً يرتبط بشهر الصيام. قصة المسحرات في مصر بدأت منذ ما يقرب من 12 قرناً مضى، وتحديداً عام 853 ميلادية، وكان والي مصر العباسي إسحاق بن عقبة أول من طاف شوارع القاهرة ليلاً في رمضان لإيقاظ أهلها لتناول طعام السحور. وكادت مهنة المسحرات أن تندثر في بلاد المحروسة إلى أن جاء العصر المملوكي، وتحديداً في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الذي عمل على إحيائها كتراث إسلامي. ولتحقيق ذلك قام بتعيين صغار علماء الدين للدق على أبواب البيوت لإيقاظ أهلها للسحور. ومع التطور التكنولوجي وظهور التلفزيون والراديو اندثرت مهنة المسحرات، وفي محاولة لجذب الانتباه إليه قام المسحرات بتدوين أسماء كل من يرغب في النداء عليه لإيقاظه. ومع مرور الوقت بدأت مهنة المسحرات تطرق أبواب الفنانين والشعراء أمثال بيرم التونسي وفؤاد حداد والفنان الراحل سيد مكاوي، والذين تولوا مهمة نقل تلك الوظيفة إلى شاشة التلفزيون وميكروفون الإذاعة ليستخدموا أحدث التقنيات لإيقاظ الناس للسحور. وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال. كمهنة اتطورت عبر العصور، وزي ما شفنا وتابعنا من خلال هذا التقرير، بعد دخول التلفزيون واختراع التلفزيون اندثرت شوية، لكن أعيدت مرة أخرى بطريقة جديدة وطريقة مبتكرة. مؤخرا زي ما كان بسنت بتتكلم في البداية، بدأوا ينادوا على أسماء الناس عشان يصحوهم من النوم بعد ما كانت أغنية. لكن عايز أقول لك دي من الحاجات الحلوة قوي اللي بتبقى في ذاكرة الأطفال، عشان كده فعلا شغلانة مهمة جدا، مهنة مهمة جدا. صحيح، لكن يعني كان في فيديو كده منتشر على الفيسبوك أكيد حضراتكم شفتوه، يعني ما بقتش مهنة مسحراتي، لا كان حد تقريبا عامل فرح في الشارع الفجر وجايب مش الرق الصغير ده، لا عامل فرح فرح يعني. مش الدرجه دي برضه، هو يا دوب الرق كده، انا بحسها هي عشان نحافظ على الطقوس بتاعتنا بتاعت زمان. على كل ده معاد موجز لاهم الاخبار مع ليندا. اتفضل يا ليندا. شكرا شاذلي. التاسعة بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأكد الرئيس السيسي خلال البرقية أن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية هو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف، والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على أرض هذا البلد العظيم على مر التاريخ. كما أرسل الرئيس السيسي بورقية تهنئة ممثلة إلى أقباط مصر بالخارج لتهنئتهم بالعيد، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. يحتفل اليوم مسيحيو مصر بعيد القيامة المجيد عقب انتهاء الصوم الكبير. وكان البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية قد ترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. وخلال كلمته أكد البابا تودروس رفض المساس بالمقدسات الإسلامية والاعتداء على المقدسات الدينية في عدد من الدول الأوروبية. وفي سياق آخر أشاد البابا تودروس الثاني بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تخدم ملايين المصريين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على عمله من أجل مصر. هذا وأقيم قداس عيد القيامة المجيد بمختلف كنائس الجمهورية بحضور شعبي بالإضافة لحضور عدد من قيادات الدولة والمسؤولين. وأقيمت صلوات قداس العيد بالكنائس وسط أجواء من الفرح العارمة مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الخارجية أنها تابعت مع القنصلية العامة في جدة بشكل حثيث تطورات الحادث الأليم الذي وقع على طريق الهجرة بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة تضم 51 معتمرا من جنسيات مختلفة وأسفر عن إصابة 12 مواطنا مصريا. وذكرت الوزارة في بيان أن جميع المواطنين المصريين تلقوا العناية الطبية المطلوبة وغادروا المستشفيات، فيما لا يزال مواطن واحد يتلقى العلاج اللازم فضلا عن وفاة مواطن آخر. وأضافت أن الحادث تزامن مع وقوع حادث مروري آخر لزوجين مصريين أسفر عن وفاتهما على الفور. وأشارت الوزارة إلى أن القنصلية العامة في جدة قامت بإنهاء جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بدفن الزوجين المتوفيين في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناء على رغبة ذويهم. شهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ختام فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية في كرة القدم والكرة الشاطئية في إطار المبادرة الرئاسية الرياضة أسلوب حياة. وأكد شوشة أن المحافظة تشهد طفرة تنموية في قطاع الشباب والرياضة، حيث نفذت الدولة عددا من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الشباب والرياضة. وعلى هامش حفل الختام تم تنظيم طابور عرض للفرق المشاركة في البطولة بجانب عدد من العروض الرياضية والفنية ومعرض للمنتجات السيناوية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي إن أوكرانيا طلبت من الوكالة قائمة شاملة بالمعدات التي تحتاجها لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال الحرب مع روسيا. وأضاف غراسي في بيان أن القائمة تشمل أجهزة قياس الإشعاع ومواد الحماية والمساعدة المتعلقة بالكمبيوتر وأنظمة إمداد الطاقة ومولدات الديزل. وأكد غراسي أنه سيتم تنسيق تنفيذ المساعدة التي ستقدمها الوكالة ودول الأعضاء، بما في ذلك تسليم المعدات المطلوبة مباشرة إلى المواقع النووية الأوكرانية. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من بعد الفاصل. وزي ما اتكلمنا في اول الحلقه ان المصريين بيحتفلوا بحاجتين كده بتجمع بين الاخوه والمحبه، عيد القيامة المجيد وطبعا شهر رمضان الكريم. بنحتفل باخر ايام الشهر الفضيل. عيد سعيد على كل المصريين. في المشهد المصري الاصيل ده شفنا لما اتجمع المصريين مسلمين واقباط على الصيام في رمضان وقبل عيد القيامه وسهروا في السبت النور والعشر الاواخر يبتهلوا ويدعوا الله سبحانه وتعالى. احنا النهارده قررنا ان احنا نحتفل مع حضراتكم بفقره في الحقيقه مختلفه من الترانيم والتواشيح واغاني العيد مع المطربه ميريتي عماد والمبتهل عبد الرازق الشهاوي. برحب بيكم، اهلا بيكم في صباح الخير يا مصر، منورنا. شكرا، كل سنه طيبين، ربنا يكرمكم طيب وبخير. الله يكرمكم. وشوش جميله، صغيرين في السن انتوا الاثنين، مبسوطين قوي ان انتوا معانا النهارده. في الحقيقه فقره احنا متحمسين لها جدا جدا. ميريتيا، يعني قبل ما نبتدي باي حاجه عايزين نسمع منك كده ترنيمه عيد القيامه. اوكي، هي ترنيمه باللغه القبطيه، هي بتقول اخريستوس انستي، يعني المسيح قام. تمام. شوكة الموت كسر لما قام وانتصر بجلدته الشفاء وهو نبع السلام. إخريستوس أنستي، إليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام، غفر أثمنا، غفر أحزاننا، بجلدته الشفاء وهو نبع السلام. إخريستوس أنستي، إليسوس أنستي، المسيح قام
بالحقيقة قا. الله عليك. لا انت ترد عليها ان شاء الله. انت بتكلم معاك انت ترد. نقول حاجه عن رمضان؟ يلا. طيب يلا. يا عين جودي بالدموع وودعي وودعي شهر الصيام وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران ركع ساجد للرحمن ياللي بتحلم بالغفران ركع ساجد للرحمن تعالى نصلي على عدنان تعالى نصلي على عدنان ونطلب من مولانا الرحمة رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم. الله الله عليكم انتوا الاثنين بصراحه. شكرا على البهجه كده على الصبح ما شاء الله يعني الناس مبسوطه والله اكيد. شكرا الله يخليك. شكرا كده لسه بنسخن لسه بقى يعني واثنين صغيرين هيشتبكوا هما الاثنين مع بعض. لا طلعوا لنا حاله جديده ان شاء الله. عايز منافسه. انا عايز اشوف المنافسه. ليه لا ما ده كويس المنافسه في الحاجات دي حلوه. طبعا. طيب اوكي احنا انا هبتدي بمولاي وبعدين ممكن نقول حاجه مع بعض نشارك حاجه مع بعض. هو ده اللي انا مستنيه. ممكن هي تقول نشيد مثلا وانا اقول ترنيمه. ايه رايك؟ يلا هو ده اللي احنا عشانه. يلا بينا خوه وطنيه يعني ماشي. يلا مولاي يا مولاي مولاي اني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي من أحن منك ألتجئ إليك
تعبي اتكل علي يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام حلل المشاكل صانع السلام حلل المشاكل صانع السلام هذه القوة في غير انتهاء كيف جاءتكم جموع الشهداء أي سيف قد تسلحتم به أيها العزال في ساح الدماء نلتم الأمجاد في دنيا ودين وهزاتم بالطغاة الملحدين لم تموتوا أيها الأبطال بل قد سكنتم في سماء الخالدين لم تموتوا أيها الأبطال بل قد سكنتم في سماء الخالدين قد سكنتم في سماء خالدين هايلين الله قالها كويس قالت الترنيمه كويس اه طبعا وهي قالت النشيد كويس هو كمان يسالني على مولاي ما شاء الله يعني انتوا الاثنين فعلا موهبتين حلوين قوي كبار قوي على سنكم يعني انتوا الاثنين الحمد لله ميريتسيا 17 سنه وشهاوي 20 نعم. فصغيرين قوي على الموهبه الكبيره دي لكن حابه اعرف منكم طقوسكم طقوسك يا ميريتسيا في العيد ايه هي وانت يا شهاوي في رمضان طقوسك في العيد عامله ازاي طيب اوكي الطقوس طبعا احنا امبارح كان اسمه سبت النور اول حاجه لازم نعملها ان احنا بنولع التلفزيون علشان بنشوف القدس بيعملوا بث مباشر ان القبر بتاع السيد المسيح بيطلع نور النور ده بيقعد مده 33 دقيقه عدد عمر السيد المسيح فطبعا اول حاجه بنعملها ان احنا بنفتح التلفزيون ونقعد نتفرج على الجمال انا جسمي كله حرفيا بيقشعر لما بشوف هو بيبقى نور بجد يعني الناس بتبقى ماسكه الشمع بتعمل كده بايديها ووشها مش بيحرقهم فبيبقى نور فدي اول حاجه بنعملها بعد كده بقى طبعا تجهيزات بقى شعر بقى واللبس وكده بعد كده بنصلي طبعا في البيت كلنا مع بعض بعد كده بننزل الكنيسه بنقف بنصلي مثلا من الساعه 7 بعد كده للساعه 12 وفي الاخر فيه تناول بعد كده نروح البيت بقى ناكل بقى اللحمه والفراخ اللي احنا انحرمنا منهم 55 يوم باين عليك ايوه بقى خلاص باين عليك اخيرا بس دي كانت الطقوس يعني طقوسك طيب انا في رمضان السنه دي كان مختلف معايا شويه لان انا كنت في المملكه العربيه السعوديه كنت بمثل مصر في حاجه دوليه في برنامج دولي اسمه عطر الكلام حتى كان جالي مسجد ان انا اروح اصلي امام الحمد لله في مسجد في الترويح في رمضان ولكن لظروف السفر لان انا لسه جاي اول امبارح تقريبا من السعوديه يعني الحمد لله فبس الله يسلم عمرك فبس ودلوقتي بنصلي الترويح الحمد لله في المسجد يعني طيب عظيم انا كمان بعمل حاجات في رمضان بامانه يعني انا في ساعه طيب؟ الفطار بعمل مع يعني هي ماما فاتحه محل فكلنا بقى المحلات كلنا نتجمع ونعمل بلح بلبن وبوزعه في الفطار ان شاء الله
وعملت فيديو كده بقى فوانيس وكلام بقى وزعت فوانيس على الناس بأمان. وجبتي فانوس كمان؟ نزلت الفيديو عندي على الفيسبوك كنت بعمل لهم كده وهم ياخدوا الفانوس. حلو قوي. انا ناس صحابي مسيحيين بيتسحروا معايا والله. ايوه بجد عادي جدا. احنا كل وهي دي مصر على فكره مصيمين مع بعض كمان مشاركين بعض في السحور وفي الحاجات دي كلها في الاجواء الرمضانيه. هي دي مصر والله يعني ما فيش فرق فعلا بين. مريتيا موهبتك بدات ازاي؟ انا موهبتي بدات من 4 سنين ماما اكتشفت صوتي وبعديها كانت اول خطوه عملتها اللي هو ذا فويس كيدز. طبعا ده كان يعني اكبر نقله كانت في حياتي. كنت في فريق استاذ كاظم طبعا فهو ده اللي كانت اول خطوه. بعد كده بقى ابتديت يعني ابدا بقى بنفسي وعملت اغاني خاصه بيا وكده. فدي كانت البدايه وحفلات الاوبرا وقلت بقى ابقى اكاديميه اكتر ودخلت معهد الكونسرفتوار. لازم تدرسي طبعا. بالظبط دخلت معهد الكونسرفتوار وبقيت بقى بغني اوبرا وحاجات كده بقى عملاقه كده. برافو عليك. بس هي دي البدايه. عايزه اسالك يا شاوي سؤال كده ليه علاقه شويه بالناس اللي بتغني اصلا. يعني هل لما بتسمع الترانيم بتحس ان في شبه بينها وبين التواشيح ده بسبب مثلا ان هي فنون مصريه ولا لا؟ مع ان والله يمكن علشان احنا عندنا في الموسيقى عموما او في الاصوات يعني المقامات. فهي الترانيم او حتى على فكره القران الكريم او الاغاني او اي شيء فيه لحن او صوت بيكون مشترك يعني في عامل مشترك بينهم اللي هو المقامات الصوتيه. فالمقامات الصوتيه دي انا ممكن اقول قران بمقام كذا في نفس الوقت اقول الابتهال ده بنفس المقام ممكن اقول الترنيمه برضو نفس المقام. فده العامل المشترك اللي هو المقام. بتختار المقام على اساس ايه طيب؟ على يعني احنا في ايه بالظبط في القران مثلا على حسب الموضوع. يعني مثلا الآية. في ايات على حسب الايه او على حسب النص بتاع الايه. يعني مثلا لو في ايه بتتكلم عن الجنه بيبقى في نغم للفرح ترهيب. لو بتتكلم عن النار مثلا بيبقى في برضو يعني بنراعي الحال بتاع اهل النار ان هم بيبقوا يعني بيتعذبوا فبنجيبها بنغم صبا مثلا اللي هي حزن وهكذا. عظيم. نسمع بقى اكتر ترنيمه بتحبيها. اكتر ترنيمه بحبها اوكي هي اسمها انا حي بيك. هي اصلا الترنيمه دي بالمناسبه يعني ان هي اتعملت مره كمان استاذ علي الهلباوي دخل فيها وقدم كمان جوه الترنيمه. الله ان شاء الله. فهي حلوه قوي يعني. تعرفها طيب؟ لا يعني ممكن يعني كنا هنسمعك دلوقتي. طب يلا. انا حي بيك يا شمس الحياه متكون من تراب وروحي في الاله يا من صنعتني سكنت فيا وشيء بيشدني من الارض للسماء يا من صنعتني سكنت فيها وشيء بيشدني من الأرض للسماء ويا محلى تسبح إنسان سبح لله في مرآة شايف واخد رايح لله وشيء جواه بيزد ويفد ويقول الله يا الله يا الله شاهقي وزفيري مرهون بنسمتك تكويني ومصيري مرهون بكلمتك قولي أنا بحبك تلاقيني كل عندك وما ترجعني ليا أرجع واشتاق لقربك قولي أنا بحبك تلاقيني كل عندك وما ترجعني ليا هرجع واشتاق لقربك ويا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة شايف واخد رايح لله وشيء جواه بيزد ويفد ويقول الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله عليكي. شكرا. رد بقى عليها بسرعه.
نسمع ونشوف. انا بحبها اسمها طالما اشكو غرامي. تمام يلا بينا. طالما اشكو غرامي يا نور الوجود، طالما اشكو غرامي يا نور الوجود، وانادي يا تهامي يا معدين الجود، وأنادي يا تهامي يا معدين الجود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، خير البرية نظر إليّ، خير البرية نظر إليّ، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، يا بحر فضل وتاج عدل، يا بحر فضل وتاج عدل، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. ما شاء الله عليك والله. الله عليك. أنا أول مرة أسمعها بس رحنا. والله ما شاء الله عليك. يعني. بس ما شاء الله عليك والله. ربنا يكرمك. أنت تسمعي ابتهالات في رمضان؟ أه طبعاً. أنا يعني. إيه أكتر ابتهالات مثلاً بتعلق في دماغك كده في رمضان؟ أنا مش يعني مش عارفة إيه بالظبط اللي هما بتاع رمضان يعني اللي هو دي لرمضان، بس أنا في ابتهالات عامة بحبها يعني، أنا مولاي بحبها قوي، وقمر سيدنا النبي بحبها قوي، مع إن يعني. يلا دي سهله عليكم حلوه جدا. جميله قوي، وبحس ان هي لحنها مريح كده يعني، بسمعها بجد حلوه يعني. طيب نسمعها دي اكتر حاجه. يلا 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 نسمعها ونطلع منها الفاصل على طول. أوكي. ونرجع نكمل. ماشي. طيب تمام. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي، وجميل
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي مرحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معانا النهارده يعني موهبتين جمال بنحتفل بعيد القيام المجيد واخر 10 ايام في الشهر الكريم رمضان المبارك. معانا ميريتي عماد والمبتهل عبد الرازق الشهاوي منورنا النهارده وعاملين دويتو هما الاثنين حلوه قوي مع بعض، فيعني مبسوطين بيكوا جدا ومبسوطين ان انتوا معانا. شكرا. اكتر يعني ميريتي حابه اعرف منك موهبتك ازاي في الاول نميتي، هل الكنيسه كان ليها جزء، عملتي ايه؟ ونفس السؤال ليك يا عبد الرازق، عملتي ايه عشان الصوت الجميل ده يعني تنميه؟ هو طبعا الكنيسه كانت اصلا هي اول يعني مصدر من بعد ماما طبعا، ان اول ما ماما اكتشفت ان انا ودني موسيقيه وماشيه كده على التيمبو اي حاجه قدامي بتتقال لازم اقولها وراها، فكنت في الكورال الكنيسه وكنت على طول طبعا باخد سولو، ف من هنا بدأت بقى القصة. وبعد كده عندنا احنا سهرة في الكنيسة بتبقى كل يوم خميس من آخر الشهر دي على طول، مثلا بنبقى من الساعة 11 بالليل لغاية 6 الصبح بنرنم بس، فكمان يعني اختاروني ان انا ارنم فيها في السهرة دي، فكانت بالنسبة لي حاجة حلوة قوي قوي ان كل الكنيسة بتبقى واقفة وشايفاكي وانتي بترنمي، فدي بالنسبة لي كانت حاجة حلوة فادتني قوي ثقة في نفسي، فادتني ان انا لا انا عاوزه اتعلم اكتر وعايزه اكمل، بس هي كانت دي اول حاجه يعني. درازه. طيب هو انا الحمد لله اصلا انا حافظ القران الكريم من وانا عندي 8 سنين، يعني انا بدات حفظ القران وانا عندي 4 سنين وانتهيت منه وانا عندي 8 سنين، تمام؟ حافظ القران الكريم كله. كله من وانا عندي 8 سنين الحمد لله. ما شاء الله. وانا الثاني على العالم في القران الكريم بالمناسبه والاول على الجمهوريه كذا مره يعني. ما شاء الله. القران وفي الانشاد الحمد لله. يمكن موهبتي يعني اكتشفت من المسابقات، انا كنت بدخل مسابقات حفظ في الاول، ف وانا بسمع على الشيخ كان يسمعه صوت كويس، فمن هنا كانت ان انا انمي الموهبه بتاعته كده، بعد يعني بدات ان انا ادخل مسابقات صوت، بدات ان انا انمي الكلام ده لحد يعني رحت درست مقامات عند الدكتور طه عبد الوهاب، حتى الحمد لله انا بقيت يمكن بدرس دلوقتي انا المقامات الحمد لله، يعني بدات بقى يعني انمي نفسي شويه، ادخل مسابقات، اخد مراكز على مستوى المحافظه عندنا في الاول في الغربيه، بعد كده على مستوى الجمهوريه، بعد كده الحمد لله سافرت بره دول كتير يعني، ويمكن كان اخر مركز انا حصلت عليه كان المركز الثاني على مستوى العالم. برافو عليك والله. يعني. طيب هل قرء القران ينشد سهل ينشد؟ هو انا دايما اقول، وعلى فكره انا قلتها هنا المره اللي فاتت، قلت ان قارئ القران من السهل جدا ان هو ينشد، تمام، لكن المنشد صعب انه يبقى قارئ. صعب يقرأ. ليه بقى؟ لان القارئ يعني المنشد مش مقيد بحاجه، مش مقيد لا بتجويد ولا بوقف ولا ابتداء ولا صحيح. احكام ولا مدود ولا اي حاجه، لكن القارئ بيبقى ماشي على نمط معين، المد ده يا 2 يا 4 يا 6 ما ينفعش يزيد عن كده، لكن المبتهل او المنشد هو براحته يعني، فمبقاش مقيد شويه، فعلشان كده المبتهل او المنشد صعب انه يبقى شويه قارئ، لكن القارئ خلاص هو مع الصعب ف مش هتسهل. صح. ميريتي انت عفوا انت قلتي ان الكنيسه اختارتك انك تغني ترنيمه قدام الكنيسه كلها، فاكراها؟
هي ترانيم كانوا كتار قوي وكان من ضمنها دي اللي حسيتك انه هي كانت اسمها إلهي حبيبي. هو انا بجد بعشق الترنيمه دي اصلا. نسمعها منك. إذا إيديا ثابت في مرة إيدي يدور علي وياخدني إليه، أقوله سامحني وكلي أهات يزود حنانه وينسى اللي فات. إلهي 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 الحبيب، إلهي حبيبي وربي يسوع، ومسح تملي بحار دموع ومالي حياتي بنوره العجيب، ودايما لجرحي شفاء والطبيب. إلهي 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 الحبيب، إذا إيديا ثابت في مرة إيديه يدور علي وياخدني إليه، أقوله سامحني وكلي أهات يزود حنانه وينسى اللي فات. إلهي 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 الحبيب، إلهي حبيبي وربي يسوع، ومسح تملي بحار الدموع، وبلقى في صدره الدفا والأمان، ما هو المحبة وهو الحنان. إلهي 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 الحبيب، إلهي حبيبي وربي يسوع، ومسح تملي بحار الدموع ومالي حياتي بنوره العجيب، ودايما لجرحي شفاء وطبيب. إلهي 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 الحبيب. طبعا لا يمكن تنساه. طبعا عشان هي مميزة كمان جدا يعني الترنيمة دي، يعني عشان هي كلماتها كمان حلوة قوي، والمقام طبعا بتاعها لايق على الكلام اكتر، فبتحس قوي فكنيسة كلها لما بتقولها بتحس ان كلنا عايزين نعيط كده. وانت بتقولي يا حلوة قوي كمان. شكرا. يا ريت. جهزتوا رنجة والفسيخ ولا لسه انتوا الاثنين؟ جهزناهم طبعا، دول اول حاجة بيجهزوا في اول يعني بيجهزوا من اول رمضان بجد، علشان انا بحبهم قوي. ما احنا هنستنى شوية ولا هتعمل ايه؟ لا لسه شوية. زائد ان انا مش بحبهم قوي والله. للاسف يعني. بس بحب الرنجة لازم. بس لا اول رنجة الفسيخ والحاجات دي ما طيب. مش بطن ليها يعني. طيب هتسمعني ايه دلوقتي؟ نسمع ابتهال ولا نشيد؟ يلا ابتهال. ابتهال؟ ماشي. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول
حبيبي محمدي. الله عليك. السلام. الله عليك. ربنا يكرمك. شكرا. انتوا الاثنين يعني حققتوا كتير قوي يمكن في سن صغير ولسه بتقولوا يا هادي يعني ميريتيا لسه 17 سنه عبد الرازق لسه 20 سنه، حابين توصلوا لايه يعني طموحكم واصل لفين؟ ميريتيا ليديز فيرست بقى. انا طموحي واصله لغايه لما يعني احس ان هو ان انا كده عملت اللي عليا، انا عايزه اعمل كل اللي عليا وعاوزه اشوف يعني ربنا لسه مرتب لي ايه قدام واعمل يعني قثارة جهدي خالص بقى لغاية لما بقى أوصل لحاجة تشرف أهلي وتشرف أصحابي وكل الناس حبايبي يعني. أنت موهوبة ما شاء الله يعني. شكرا. وطالما مجتهدة وبتدرسي وبتتعلمي فأكيد إن شاء الله توصل اللي أنت عايزاه يا رب إن شاء الله. وأنت يعني خامة صوت بأمانة يعني في الشباب أو في الجيل ده أنا ما سمعتهاش قبل كده. ربنا يكرمك. تشرف ليا والله. فنفسك تحقق إيه؟ أنا ليا حلمين. حلم للدنيا وحلم الآخرة. أقول الأول أقول إيه؟ الآخرة معروف. الآخرة طبعا يعني إن أنا يعني الناس تسمع صوتي عشان إحنا يعني كلنا ناخد سوا بس. ده الحلم الآخر. لكن الحلم الدنيا وإن شاء الله يعني أو الأمنية اللي أنا عايز أحققها في الدنيا إن أنا أكون قارئ في إذاعة القرآن الكريم إن شاء الله. بتسعى لكده؟ أنا دخلت الدورة الحمد لله ومستني الاختبارات إن شاء الله. طيب عظيم إن شاء الله. تستاهل يعني. تستاهل إن شاء الله كل التوفيق. إحنا عايزين نختم بقى إيه بحاجة كده تعمل حالة عند الناس. حاجة مشتركة بينكم انتوا الاثنين، انت مثلا تقول لنا ترنيمة وانت تشوف حاجة تدخل بيها. انا بس هبدل الترنيمة بلحن كنسي بقى يعني. ماشي مفيش لحن مشكلة. لحن ابتي كنسي. طيب وانت عبد الرزاق ممكن الاذان مثلا. الاذان ايه رأيك؟ ايه هي تقول الترنيمة وانا اذن اللحن مع بعض. بس انا يعني هاذن من بعيد كده. ماشي ماشي عظيم. صوت كده خفيف معاها. عظيم جدا. ايه رايك؟ عظيم جدا. يلا وانا يا ريت كان معايا كليانتو بتاع الكنيسه كان هيبقى احلى بس مش متعوضه. متعوضه ان شاء الله الفقره جايه. انت عارف تدخل امتى طيب ولا احنا بس احنا على الله. احنا على الله. اديله طيب اديله الكيو بتاعه. ما حضرناش اي حاجه والله خالص. ما انا واخد بالي. اديله الكيو بتاعه طيب عشان هو يبدا. الله اكبر. تمام. شيريني ماري يا الله أكبر الله أنت الله عليكم. طبعا ده كان ممكن يحصل لو مسجلين، لكن لو بنعمل هوا زي ما احنا قاعدين دلوقتي
لايف. هو صعب جدا، صعب ان كل واحد يركز جدا جدا، صعب ان كل واحد يركز في المهام اللي هو شغال بيها. يعني ما عملناه الحمد لله، لان لو حد مش متمكن او كده ممكن يحصل نشاذ او حاجه. طبعا انا فاهم، انا بقول لك ده بيحصل حتى لو محضرين كمان على فكره، حتى لو محضرين ده بيحصل، بيبقى ده متسجل وده متسجل وبيبتدوا يركبوا صوتين على بعض، ده بيحصل. انما انه يطلع لايف ما شاء الله عليك. حصلت قبل كده فعلا، كان في شمامسه وبرده كانوا بيقولوا انشاد وكانت مع بعض، برده كان لحن والله اكبر، فبرده نفس كان هوا برده. الله عليكم. الحمد لله ربنا استرها. ما شاء الله عليك. يعني موهبتين لسه في مقتبل العمر، هما الاثنين النهارده قدروا من غير ما يكونوا محضرين يعملوا لنا حاله كده من الاجواء اللي موجوده في الحقيقه في مصر كلها. يعني رمضان مع عيد قيامه مجيد، مسلم ومسيحيه منورينا النهارده، عملوا اجواء فعلا هي دي مصر. يعني انتوا حسستونا انتوا الاثنين ان هي دي مصر. طبعا كلنا بنحتفل مع بعض وكلنا مبسوطين، وعيشتونا كمان في اجواء احلى واحلى. كل سنه وانت طيبه مريتي يا عماد. يعني بنتمنى لك مزيد من التوفيق، كل سنه وانت طيب كمان عبد الرازق الشهاوي. بنتمنى لك المزيد من التوفيق انتوا الاثنين. شكرا ليكم، شرفتونا ونورتونا، كل سنه وانتم طيبين. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، وصباحكم زي الفل.